حسك دلشاد النبي جيني محمد نبت قليو ين حريسي كوركي ساها تا ايا مركنا لغو قبتي مقالة دوصلي عاصمة دلك نوروي كولان كانو لغو قبتي مسجد كا سنترال جامع عالصنة اي دلك نوروي ايا وحا اي سوو يمي داد السوو جري عماو دين كا لصنة اي دلك نوروي يخيار كالوقاتمي دلالك كلو دلك نوروي وكمي دو بيج عيل كي نبي جيني محمد كواسي وكدو عيسي سكولانا دردار مايات كاينت الدين تينا ذكري دريال كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان وحان السجن ميد احتفال كالنبي صلوات ربي وسلام عليه مولد كيسة وعلماء مع أهل العشق والسلوك ونوروي أي سوق هاي يرتي أنا وحن دقنا هاي مقالة أصل نوروي علماء سيان كميدا هاي وحا هل كان سوق هاي كانين باعث كموجيت كأقوبغاني وحا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم جعيل كالنبي قوايا نبي مركب ما نحب شيئا أكثر من ذكره قفكي وحش على روحه بديا شيء كينتيس كشيء كينتيس وبديا النجو وحنا سما وايس كل مد نبي أيام حسينا أدب وأماننا عيد القرآن الأخرين وكبلوني كبعدنا عن تان عنينا أنت اسمك استادين أنت وحنا معنيه وح أصل بكل هذا هاي وح برولنا كتاج المله نبي وحديث صحيح بخاري مسلم بورنا يا أبو كيري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما من عمل عملا ليس فيه أمرنا فهو رد تاسمع أنا الوحى ووحى الدين تأثر كلها هنا ده كسر درته والوجوج علينا يا بحنجنا حفلة دي النبي صلى الله عليه وسلم تد كان أميشا نسكوجي من كل واحد وحى نسكوجي ما ده إن شعائل خير النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة دي سئنا دقيستان أفضل بأنت إلهي وكذا أنفعه حفلة ده الشيخ موسى نسكوجي هري أنا وحى كني من ميلفوك أو ستوكلم دد بدن وميلا بدن كي من واجوجان وحا أوني بدء قصد كيوغو يهينا وشعائل كرسول صلى الله عليه وسلم وحان إذا كغسو تانيين وحاوي ودن كالنوروي مقالة مدح دي سو أصله وعان كل غينا عاوة حفلة دي احتفال كي حبيب كينا صلوات الله وسلام عليه نبي جينا سوبان نعساقان أغدا يسانينا ما داما ومعنى تأسنين تاه يوم أولي تويري مركا أدلاء قف عن أغبا هانا هاي مجرتو marka waxaan kala ku dareynaa oo leenahay umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan ha is samahan ha is ku duceeyaan ha is garab qabsadaan khawaarijta ha iska celiyaan wax allaala wixii dhibaato wadanka ku wada ha iska qabtaan waxaan kala idin sheegaynaa in aan u soo duceynay wadankii oo jameecada intii ay fadhiday oo dhan iyo quraanka la akhriyay iyo wax allaah wixii la akhriyay in wadankii loo duceeyay xasaas ciitrasta raadiyaha TV ga qaranka Soomaaliyeed Oslo